شغلي شغلي شغلي. مرسي مرسي. ماجد خبريني، انا بالبيت بدي اعمل عجينه بدي طعمي عائلتي بمئات السنين اللبنانيه كانوا كلهم هيك، كل ستات البيت يعملوا هيك، كيف بنعملها؟ نحن بالبيت ممكن يكون عندنا بس الطحين الابيض اللي قادرين نستعمله بكل سهوله. نحن بس عجينتنا مميزه بالطحين القمح اللي نحن بنزرع وبنطحنه. هيدا اليوم رح نعلمهم كيف يخلطوا الطحين الابيض مع الطحين القمح. هن قادرين بالبيت الكميه اثنيناتهم يعملوها بطحين ابيض وبمقلى يقدروا يخبزوها على طحين من لبنان؟ طحين نحن زارعينه، نحن طحينه. انتم من كانا وعندكم طحين وبتبيعوا طحين وبتعملوا طحين بالبيت؟ نحن بنزرع القمح من موسم القمح، بنحصده بندرسه بنطحنه بننقيه كله من الحقله لنستعمله اخر شيء، بنستعمله طحين، بنستعمله برغل، بنستعمله قمح، بنعمله عده انواع. كيف بيعملوا عجينه؟ هلا العجينه بدنا ناخذ الطحين الابيض، فينا ناخذ كبيتين طحين ابيض. عظيم. اذا ما عندهم طحين قمح او طحين اسمر فيهم يحطوا ثلاث كبايات. أوكي. كبايتين ابيض وكباي اسمر. ليه خففنا الاسمر؟ لانه اذا حطينا اسمر خالص بصير يخزق العجين معنا. 100%. بنخلطهم مع بعض وبنزيد لهم ملعقه خميره وملعقه سكر، انا حطيتهم مع بعض. شويه خميره. شويه خميره، شويه سكر. السكر مش لتعطيها حلاوه، السكر لتعطيها لون. عظيم، والسكر مع الخميره بخمرها اسرع وبيعطيها لون بعدين ليكون على حمر. اتفقنا. وبنحط شويه ملح كمان. كمان. نخلطهم. بتحبي تعمل العجينه قبل بنهار او زيت نهار؟ فيك تعملها بزيت نهار حسب كميه الخميره اللي بتحطها، حطيتها حسب الشوط وحسب الطقس. وبتتركها اصلا شو ما تحط بدك تتركها ترتاح شي نص ساعه. قديش كميه المي؟ كميه المي بدنا نبلش شوي شوي نحط، ما فينا نحدد عن نظر وعلى الاحساس، لانه في طحين بياخذ مي كثير في طحين ما بياخذ مي. بدي اعمل صاج بالبيت، خلصت هيدي هي ولا هي منها. خلصت، حطينا المي وبنعجنها لتصير كلها مثل هيدي. عظيم. رح شوف انت وقت ست جورجيت خبرنا عن الطحين اللي عم نشوفه الاصفر، شو هو الاصفر؟ هيدا طحين ذرة. ذرة. ليش بنستعمل دائما بنشوف الذرة؟ الذرة بحطوه دائما من برا بيعطيه هيك شوي لون، بيعطيه لون. ولانه ما بيعشق هيدي العجينه. اوكي. بضل فيك تحطهم بيناتهم، بتضل العجينه فيك تقيمها. العجينه ما لازم تكون كثير رطبه وما لازم تكون كثير ناشفه، ما بتلزقهم. هيدي اكيد بتمسكوا يعني ما بيلزقوا ببعضهم. وبتعطيها طعمه كمان طحين الذرة. كم سنه صار لك طعمه من ايش؟ انا زمان هلا 26 سنه. انتوني بعد انتوني برامت على كل لبنان، من يعني من اقصى الشمال لاقصى جنوب مرورا بكل المناطق اللبنانيه، شو اللي بيميز المنقوشه اللبنانيه وكيف بتختلف من مطرح لمطرح وبشو بتختلف؟ فيني اقول لك انا اهم 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 شيء اهم شيء بليز فيني معلش ستنا هول هول اهم شيء، النفس، الايدين، التعب، الحب، وقديش بتعمل شغلتك بمحبه هي كل شيء. اليوم الطحين طحين والملح ملح والسكر سكر، بالاخر بدها محبه، واذا ما عم تشتغل انت وعم تبتسم بلاها شو بدك بالشغله، بس من القلب 100%. شغله ثانيه كمان بتفرق بالعوايد، بتفرق بالمي، بتفرق بنوعيه الطحين، بتفرق اذا بتعملها قبل النهار، في ناس بتعملها بس ساعتين. في ناس بتعملها قبل النهار وبتريحها، في ناس بتستعمل كثير خميره القطاس، في ناس كل واحد عنده طريقته. بالاخر برجع بقول لك هي قديش بتعملها بحب، اذا فت عند حدا وقلت له اعمل لي منقوشه قال لك يلا هلا بنعمل لك اياها، بتحس انه منها ظابطه. يعني القصه مش قصه عجينه وحطينا فوقها زعتر، القصه ابعد من هيك على بساطتها. مشان هيك اللي عم يحضرنا دائما على يوتيوب بيطلع دائما عند ام بشير، وام بشير دائما برجع بحر قصه بقول لها ام بشير اعطيني الروسات، منقوشتك كثير دقيقه كثير طيبه. باي منطقه؟ بفريا كثير طيبه كثير دقيقه، بتطلع دائما بالكاميرا وبتقول لك يا انتوني ما بدها شيء ما بدها شيء، واللي بده يتعلم يجي لعندي يتعلمه، بدها طحين، بدها نكزه ملح، بس بعملها قبل بنهار وبريحها. فبرجع بقوله انه اليوم بتقطع عند كثير ناس بتقولوا هيدي طيبه هيدي اقل، ما بدها الا احساس، وتطلعوا يعني كيف ترتاح، كيف بتنفخ شوي شوي، كيف تتغنج، كيف بتتنفس، وبيطلع لكم شيء ولا اروع من هيك، ريحته مثل البارفان وبتحط الضحكه على الوجه. هلا شو بعد هيدي؟ هلا عم نعمل عجين، عم نعمل الزعتر بتحطيه على البارد؟ لا دغري. عن دغري ايه اسا مثل هيدي اسا فيني اقلبها شوي عشان ما تكون نيه من جوا. شو جايبه معك مكونات حتى نشوفهم؟ جايبه زعتر. زعتر زعتر وزيت زعتر بلدي ناعم، اكيد جبنه كمان، وهيدا زعتر اخضر وفرفحينه. ما بعرف اذا عم تشوف فرفحين، شو يعني فرفحين؟ بقلي. يعني بقلي، في لها اسمين لها فرفحين او بقلي حسب المنطقه. في ناس كثير بتسال عن الجبنه، شو هو نوع الجبنه اللي واحد بيستعمله؟
هي العكاوي اللي بنستعملها اكثر شيء، اطيب شيء فينا نخلطها. بتحب حدا بحب البلغاري، حدا بحب الموتزاريلا، بحب ينكهها بطعم ثاني. اليوم اذا بدنا نشتغل على شيء لبناني، بنشتغل على العكاوي او شيء معمول بلبنان، اذا عبالكم تعطوها مخطه اكثر فينا نزيد لها قشقوان، اذا عبالكم تكون فيها عده الوان اسيديتي شوي وسويتنس شوي، اكيد العكاوي هي الاساس. وفي واحد يخلط قد ما بده الموتزاريلا كمان، بس مينلي العكاوي، كل واحد بيقدر يزيد شيء. اذا انتبهتوا شوي شوي بعدنا عم نعجن على رواق على رواق على رواق لحديت ما تحسي تحت ايدك مثل كانك عم تعملي كبه. ايوه، وتحسي انه لقطت. خلص لقطت وطريه كفايه وما عادش تفرط بالايد يعني. خلينا نفرجي على الكاميرا كيف صارت العجينه، نعمل الجاط هيك. ممتاز. وكل ما انعجنت احسى اكثر كان ما كانت احسى. الصبايا اليوم بيعرفوا يرقوا منيح. شو سيد جورجير؟ ايه حبيبي، صبايا يعني الجيل الجديد عم بيعرف يتعلم المصلحه؟ بيجي بحب ياكل بس ما بيعرفوا يرقوا؟ بيرقوا بحبهم بلا بالعكس، اولاد ابني صغار وبس هيدا بيجوا ببلشوا بدني يعملوا مع طحين. كل قد ايه بتعملي لهم مناقيش؟ يعني كل ما يجي، امبارح الصبح كنت عامله مناقيش. اللي اذا بقدر بهون بهالنقطه اللي هي الاساس تبع الحلقه اليوم يلي رح نقعد نحكي فيهم تقريبا 4 ساعات، هي المونه الوطنيه، هي المونه البلديه. في كثير من العالم فكرت انه نحن بلبنان وقفنا يكون عندنا طحين، وقفنا يكون عندنا برغل، وقفنا يكون عندنا فريكه. رح تشوفوا بالنهار اشياء كثير حلوه، بس على بالي كمان حدد انه هون اذا حدا بده طحين بلبنان في، اذا حدا بده قمح ونرجع على الاساس بديل اذا بدنا ما ناكل رز من برا في، اذا حدا بده ياكل برغل او يلي هو. ورح نحكي خلال النهار لانه هون عم نطبخ فريكه شو الفرق بين القمح والفريكه. هلا بنشوفهم شو يعني برغل وكيف طلعت الافكار. واذا بدك التقيت جمعه الماضي بمطران مطران جوزيف ومطران بشري وحكينا كيف طلعت فكره، وهلا بنحكيها اليوم بنهار الكبه نيه كيف طلعت، وكبه بشحمه كيف طلعت، وكيف اذا بدك الموارنه من زمان باضطهاد العثماني طلعوا بكل الافكار. الاكل اليوم اللي بناخده فور جرانتد انه عادي، انه شو بدنا ناكل برغل، بس عنا تراث اكل لبناني حرام 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 نركز عليه ونحافظ عليه تيبقى للاجيال. هيدا اللي كنا عم نحكيه، يعني كل هالموروث الغذائي اللبناني مرتبط كمان بتاريخ لبنان وبثقافه البقاء والصمود بوجه كل الاضطهاد اللي قطع على هالبلد. فكانت الناس تلجأ للأرض وتجرب تجمع مش بس الكبة، حتى التبولة بمكوناتها الغذائية وبسرعة إعدادها كانت كمان تعد من السلطات الغنية. هلأ على كل حال نسمع خبرية الكبة منك ومن مارك، هدول من إيش الزعتر بلشوا معنا ثلاثة دقايق تعملكم منقوش ستير سبيسيال. يلا بدي شقفتين عجين. بدي أنتوني يعني بدي اثنين عجين. تعرف ترق برقين ولا؟ طيب يلا نجرب. ايه يعني انه كل هالبرمات حلك تعرف تكون عن جد انت عامل، مش هيك لازم يكون عاملها كلها من الاول للاخر. بدك كل وحده وحده، كل وحده وحده رح نسامحك بس كل وحده وحده بدك اثنين مع بعض. يلا هات نعمل. في شغلتين اذا حدا اذا ناس بتعرف البيتزا. البيتزا دائما بتنعمل من جوا لبرا، من جوا لبرا. ليش؟ لانه البيتزا بس عم يبلش من جوا لبرا تكون في الطرف اللي هو الكراست. بالساج بالعكس، بالساج من جو من برا لجوا، لانه لازم تكون كلها سوا فلات، فمن برا لجوا. مزبوط ستنا؟ مزبوط. عشان ما تطلع رقيقه من قلبك 100%. سو من برا لجوا، من برا لجوا، من برا لجوا، ولازم تضلها تنبرم. مزبوط مزبوط مزبوط. وبالاخر فينا نحطها على الشوبك او نشيلها كلها سوا. طيب ما فينا منوسعها بعد نكزه، وانا رح اعمل الثاني بهيدا الوقت. ايه خلينا شوي، نحن ما بنستعمل الشوبك، إيه جديد للأسرع. جديد إيه؟ بس ايه نحن عدينا من رق. طيب هيدا إلي. إيه؟ بدي تاني. شو رح نعمل؟ رح نعمل ليك منقوشة اكسترا. رح نعمل شيء غير شكل. رح نبلش اول شغله نحط جبنه بالنص. هيدا احسن بتزبط بفرن لانه لازم النار تضربها من فوق، بس رح نعملها عصاج بس هيك نحكي فيها اعلمكم اياها. من بعد ما نخلص الجبنه رح نتركها بالنص. اوكي رح اخذ تين عجينه حطها فوقها. شو بيكون صار عندي؟ صار عندي كيفني معي علمت عالمية هالشكل. رح يكون عندي عجينه مسكره من فوق ومن تحت. رح اخذ اجمالا ساعات بتكون برا بلفها، بس ما بدي انسى ايدي. رح سكرها مزبوط مزبوط تالجبنه ما تظهر لبرا.
اللي رح تاكل شيء مش اكله بحياتك. خليني اشيلها بدي اشيلها بدي ما بدي اشيلها بعد هيدا حبيبي هيدا. ما بت... بعد ما استوت يا مان اوكي وبعدين على الوجه من بعد ما نكون برمناها شوي لانه استوت رح نحط زعتر على الوجه. أوه. الزعتر رح يكون مسقع من برا، الجبنه رح تكون دايبه من جوا، محمصه من برا طريه كتير من جوا. الزعتر والجبنه ما دقوا ببعضهم، يعني ما فاتوا ببعضهم مثل الكوكتيل اللي الناس بتعرفه. بقلب التم بلشت شو طريلتك عم بسمعها لهون. بقلب التم كل وحده وحده جبنه وحده الزعتر وحده. انا عم بحترم تساعدوا يا ستات تساعدوا لا عن جد كيف انا بدي اليوم اقول يعني بدي اشكر وهني وادعم كل حدا بيوقف على الشاورما كل نهار وعصاج كل نهار وقدام الفرن كل نهار نوصل نحن لعنده بنقول له اعطينا منقوشه وبنزعل كيف غلي سعره من 2000 على 3000 ويلا عجل شو بعد بدها شو ايش ساعه اللي هو بيكون كل نهار عم بكده العرق تيعطي من قلبه تيعطينا لقمه كثير حلوه وطيبه فبنقول لهم ميرسي لكل حدا بيشتغل بالمطبخ ومش اخذ حقه والناس مش شكرته كفايه نحن رح ندوق بعد شوي منقوشه من ايدين انطوني المنقوشه الغير شكل مدام جورجيت مدام مجدة بدنا نشكركم كثير ونحملكم سلام لاهل قانا بجنوبنا العزيز اذا حدا بيتصل فيك رقم التليفون تبعكم بليز 71 71 23 15 عظيم وبدنا نقول كمان يتصلوا فيهم ويزورون بقانا هالبلدة العظيمة يلي فيها المسيح حول المي لخمر والشاهدة كمان على الصمود والبطولة والمقاومة نحن رح نتابع حلقتنا ورح نحكي زراعة مظبوط وبنرجع على الفريكة بعدين بعدين بس هلا زراعة يلا رجع عم نحضر طبخة كرشيك وقعد فلو